أصبحنا وأصبح الملك لله، وعلى بركة الله نبتدي وياكم مشاهدينا صباح جديد ويوم جديد من برنامج في الضحى صباح يوم الخميس. طبعا دائما في كل صباح دائما نقول أحسن ظنك وعش عفويتك تاركا لحسادك إثم ما يفترون وما يظنون، لأن راح تكون لك أنت الحسنات ولهم أكيد إثم ما يفترون. فصباحكم إن شاء الله دائما حسن الظن، صباحكم إيجابي، صباح الأجواء الجميلة اللي لازم فعلا نستغلها، بما أن اليوم خميس إن شاء الله كل واحد وكل عائلة تكون عندها جدول مناسب لهم مناسب لعيالهم على أساس أنهم ما يستغلونه خير استغلال. فصباحكم إن شاء الله جميل وأسعد الله صباحك مشاعر. صباح الورد يا شوق، وأكيد أصبح للمشاهدين يا مرحبا ومسهلا بكم، صباحكم سعيد، صباحكم مشرق إن شاء الله. اليوم كلنا كل اليوم إن شاء الله يكون بهجة وسعيد، فقراتنا كثيرة اهتمينا أن احنا نختارها لكم بعناية عشان تنول على رضاكم وأكيد يكون فيها الفائدة. وأول فقراتنا مع بورصة قطر ومع الزميل مروان أبو شنب. صباح الخير يا مروان. صباح الخير الزميلة مشاعل وزميلة شوق، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام. في ختام الجلسات الأسبوعية لهذا اليوم الخميس نعرج قليلا على تلك الانخفاضات التي جرت في جلسة الأمس والتي وصل فيها المؤشر العام عند مستويات 8653 نقطة، ربما يكون هو أكبر انخفاض نشهده في أكثر من 4 أسابيع. السبب طبعا يعود إلى أمرين، الأول مؤشرات MSCI وإعادة ترتيب وإعادة تخفيض أوزان بعض الشركات والمؤشر العام في البورصة القطرية. هذا الأمر أدى إلى عمليات تخارج. بالأمس لاحظنا المحافظ الأجنبية هي صاحبة العمليات البيع الأكبر في السوق المالي، إلى جانب طبعا إقرار التوزيعات من قبل الشركات المدرجة والتي أعلنت عن نتائجها وإقرار أيضا التوزيعات المالية، وعلى رأسها طبعا يأتي مصرف الريان وشركة بروة العقارية. اليوم حسب المتابع قبيل افتتاح جلسة التداول من المتوقع أن تعود تلك الخسائر، أن يتم تعويض الخسائر التي تكبدها السوق في جلسة يوم الأمس، باعتبار أنه اليوم تبدأ مؤشرات MSCI العمل بالأوزان الجديدة، فبالتالي قرارات جديدة وبالتالي أيضا دعونا نقول تكتيكات جديدة تدخل للمحافظ الاستثمارية تبني عليها قرارات الشراء في جلسة هذا اليوم. اليوم واضح بأن المؤشر يعني قبيل الافتتاح بحوالي 6 أو 7 دقائق بأنه هناك عمليات شراء مكثفة أو عروض مقدمة للشراء، وبالتالي حتى اللحظة نتحدث عن حوالي 200 نقطة من المتوقع أن يفتتح السوق على هذه الارتفاعات خلال الدقائق القادمة. نذهب إلى الشركات التي أعلنت وتتواصل إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها عن فترة العام 2017. قطر للوقود آخر هذه الشركات، ارتفعت أرباح شركة قطر للوقود التي تقوم ببيع وتوزيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري إلى 964 مليون ريال بعائد على السهم بلغ 9 ريالات و70 درهم
درهم في نهاية العام 2017 مقارنة بأرباح قدرها 883 مليون و100 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2016. مجلس الإدارة في قطر للوقود أوصى بتوزيع أرباح نقدية من رأس المال بنسبة 80% ما يعادل 8 ريالات لكل سهم عن العام 2017. الجمعية العمومية لشركة قطر للوقود شهدت العديد من القرارات والمعلومات الحقيقة المهمة حول الأرباح الصافية المحققة للعام 2017. قالت شركة وقود بأنها توصلت لهذه النتيجة الجيدة رغم التغييرات الجوهرية والانخفاض الكبير لهوامشها في توزيع المنتجات البترولية في العام 2017، وذلك بسبب زيادة كميات المبيعات بصفة عامة إضافة إلى ترفيع معدلات الفعالية والكفاءة في أعمال وعمليات الشركة. اليوم طبعا تحدثت المجلس الإدارة عن المستقبل بالنسبة لمحطات الوقود المزمع افتتاحها خلال العام 2018 والمشاريع المستقبلية للشركة. محطات الوقود التي تديرها الشركة في الوقت الحالي بلغ عددها 58 محطة. شهد العام 2017 إضافة عدد 4 محطات جديدة ثابتة في كل من المشاف وأبو نخلة ومغولينا والخور، ومحطتين متنقلتين أيضا في مناطق أخرى منها منطقة الغرافة. الشركة طبعا أيضا خطة لزيادة عدد المحطات خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل إلى 120 محطة في العام 2020، بحيث من المتوقع اكتمال بناء وتشغيل حوالي 30 محطة خلال 12 شهرا قادما، من بينها 10 محطات متنقلة. سنعود إلى موضوع وقود بالتفصيل في جلسة أعمال، لكن قبل ذلك نذهب إلى أيضا الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية. شركة المناعي أعلنت عن البيانات المالية ووصلت أرباحها وتراجعت إلى مستويات 506 مليون ريال. العائد على السهم وصل إلى 11 ريال و9 دراهم في نهاية العام 2017 بنسبة قدرها 5% مقارنة بأرباح قدرت ب 535 مليون و100 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال ما يعادل 4 ريالات لكل سهم عن العام 2017. كذلك شركة أعمال القابضة التي تقوم بالاستثمار العقاري والتجارة ارتفعت أرباحها إلى 500 مليون و900 ألف ريال. العائد على السهم بلغ 80 درهم، وفي نهاية العام 2017 الأرباح التي حقق مقارنة بأرباح وصلت إلى 462 مليون و300 ألف ريال حققت خلال العام 2016. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% ما يعادل 60 درهم لكل سهم من رأس المال عن العام 2017. بورصة قطر تعلن اليوم أنه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. إذن سيكون يوم الأحد الموافق 4 مارس عطلة رسمية لبورصة قطر على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 5/3/2018 بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية. إذن سيبدأ الأسبوع القادم، أولى الجلسات ستكون يوم الاثنين وليس يوم الأحد باعتبار سيكون عطلة رسمية. شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا أعلنت عن إضافة الأسهم المجانية لشركة قطر للتأمين ليصبح رأس المال الجديد يعني حوالي 3,189,000 ريال قطري، وبناء عليه ستصبح الأسهم المجانية متداولة أو متاحة للتداول اعتبارا من هذا اليوم. كما ذكرنا أن السوق خلال الفترة الأسبوع الماضي شهدنا إعلانات لست شركات مدرجة في بورصة قطر. لاحظنا أنه توزيعات الأسبوع الحالي أو الخمس جلسات الماضية التي شهدناها خلال الخمس جلسات الماضية كانت أفضل من الأسبوع الذي سبقه. لاحظنا أيضا سواء كان في بروة
والعقارية، سواء في أيضا مصرف الريان، سواء عن إعلانات المهمة التي أعلنت، سواء في الاندماج المرتقب ما بين مصرف الريان وبنك بروة بنك قطر الدولي المرتقب الحقيقة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، هذا أولا. والخبر الآخر إعادة الهيكلة لشركة فودافون، هذا لربما يكون أهم خبر خلال الأسبوع الحالي، وتأثر السهم أيضا بهذه الأنباء المعلنة. في هذه اللحظات مشاهدي الكرام تفتتح جلسة تداول والمؤشر العام في هذه اللحظات مرتفعا 8667 نقطة. نذهب إلى الشركات المرتفعة ونبدأ بها المناعي مع إعلان النتائج المالية، 62 ريال 4.5 وأكثر، 5.5% الآن يرتفع الإيجار. ثاني الشركات من ناحية الارتفاع 10 ريالات 49 درهم بأكثر من 4% ارتفاعات. قطر للوقود 116 ريال 65 كذلك. يعني التوزيعات ذكرنا وما زلنا أنه السخاء المتبع من مجالس الإدارات في توزيعات هذا العام هو السبب الرئيسي، لأنه يعني لربما السوق كان مرشح لانخفاضات قياسا بأنه إعلانات كما نعلم أنه العام 2017 مرت الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر بظروف يعني لا تقارن بالسنوات التي قبلها، ومع ذلك يعني استطاعت من في نتائج، ولاحظنا هذا الأمر في نتائج الربع الرابع من العام، تخطيها هذه المرحلة الصعبة. وجاءت أيضا نتائج العام 2017 لتدلل على أن الاستراتيجيات التي اتبعت كانت في مكانها الصحيح، وأيضا الوعي من قبل مجالس الإدارات بأن التوزيعات لابد أن تكون سخية مكافأة لحملة الأسهم على يعني أيضا تحملهم هذه الفترة الطويلة، 9 شهور نتحدث اليوم. إذن التوزيعات ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مستويات المؤشر العام، وأنا انخفض لأسباب فنية بحتة، يعني خلال مثال على ذلك جلسة الأمس، وسيعوض بالتأكيد ما جرى، لأنه غير يعني إجراء كان فني ونتيجة أغلب ظروف خارجية، يعني خروج المحافظ الأجنبية لتعود وتدخل مرة أخرى باعتبار أنه هناك تغيير أوزان من قبل مؤشرات MSCI. الإيجار اليوم 10 ريالات 49 كما ذكرنا. قطر للوقود هذه من الشركات المرتفعة بالنسبة فاقت 4%. ولاحظوا أن الشركات أهم 3 شركات مرتفعة اليوم مرتبط ارتفاعها بالضرورة وبالدرجة الأولى بما أعلن من نتائج مالية لهذه الشركات وتوزيعات في يوم مساء أمس. الميرا في صدارة الشركات المنخفضة 146، النسبة كانت بحوالي 2.5%. قطر للتأمين ب 37 ريال و80 درهم مع انخفاضات عند 2.5%. سعيد عند 14 ريال و20 درهم بحوالي 2%. والشركة الطبية عندها حوالي 6 ريالات وانخفاضات عند 1.13%. أما الشركات الأكثر من ناحية التداولات اللحظة نتحدث، قطر للوقود عند 117 ريال و 4,354,000 ريال قطري تم تداولها. أعمال ثانيا وفودافون ثالثا ومصرف الريان أيضا رابع الشركات تداولا حتى اللحظة. نذهب إلى أسواق الخليج، نعرج على أسواق الخليج وكيف كانت الصورة عند إغلاقاتها قبيل الافتتاحات اليوم. السعودية 7,418، دبي 3,244، وأبوظبي 4,597. وأما بالنسبة للكويت كما نتابع والبحرين ومسقط ارتفاعات حصلت فيها. على كل حال تفاصيل أوفى 11 بتوقيت الدوحة. الآن نعود إلى الزميلات مشاعل وشوق في برنامج في الضحى. إليكم زميلتي. يعطيك ألف عافية مروان أبو شنب على هذه التغطية، وأكيد المهتم بأمور البورصة يقدر أنه يتابع جلسة الأعمال الساعة 11 بعد برنامج في الضحى إن شاء الله. أكيد، وبما أن اليوم خميس والأجواء جدا جميلة، شايكم مشاهدينا نكحل عيوننا بأجمل المشاهد ونستمع أجمل الكلمات من دوحة الخير. أسألك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخلوق فينا طبيعة، عجزة أحاسيس العرب لا تراها.
يا رب وكفوف الرجال رفيعة، أسألك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخضوق فينا الطبيعة، عزة حاسس العرب لا تراها. شموخ المجد وازهار ربيع يعاني قنسام الكرامة شدها، قطر سنام المجد ما هي تبيع، تنوم سليم احتمي في ذراها. قطر شموخ المجد وازهار ربيع يعاني قنسام تعلن على أرض الكرامة ولاها. صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم أكيد، واللي للحين ما قرأ الأخبار خليكم معنا، رح ناخذكم بجولة سريعة حول أهم وأبرز الأخبار من الصحف المحلية. وأول خبر من جريدة الشرق، قطر للبترول تعلن أسعار الوقود لشهر مارس. أعلنت قطر للبترول عن أسعار مادتي الديزل والغازولين وذلك عن شهر مارس من العام الجاري. وحددت قطر للبترول في بيان صادر عنها بالأمس سعر لتر الديزل عند 1.85 ريال، والغازولين 95 سوبر عند 1.95 ريال للتر الواحد، والغازولين 91 ممتاز عند 1.90 للريال للتر
للتر الواحد. نعم. طبعا اكيد نقول حق الساده المشاهدين اذا هم حابين ياخذون تفاصيل اكثر ويشوفون الاسعار يقدرون اكيد يدخلون على موقعهم او حتى يشوفون كل هذه التفاصيل تتعلق باسعار النفط واسعار البترول. صح. ننتقل وياكم مشاهدينا الى خبرنا الثاني، ولوحات الكترونيه للتوعيه خلال الامطار. لاول مره في قطر اخترنا لكم هذا الخبر من جريده العرب. قالت هيئه الاشغال العامه اشغال أنها تقوم لأول مرة في قطر باستخدام اللوحات الإلكترونية المتنقلة بالشوارع لعرض رسائل التوعية خلال فترة الأمطار، وأضافت أنها تقوم بعرض الرسائل التوعوية الخاصة بالقيادة أثناء هطول الأمطار على اللوحات الإلكترونية الثابتة بالطرق السريعة والرئيسية. وأوضحت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها تستخدم هذه المعدات الحديثة عند إجراء تحويلات طارئة أو أعمال مؤقتة أو في حال عدم الحاجة الحاجة لإعلام المستخدمين برسائل هامة متعلقة بالوضع المروري بالطريق. يعطيهم العافية، دائما احنا قاعدين نشوف هذه جهودهم، دائما احنا نشوف هذه اللافتات خصوصا في وقت الذروة وقت الازدحام، دائما يكتبون تنبيهات ان مثلا هذا الطريق راح يكون مزدحم، اذا تبي اتجه الى طريق اخر. فاتوقع هذا الشيء وايد مهم ومفيد بنفس الوقت. مهم جدا وشيء حضاري. صحيح. وننتقل الى جريدة الراية. 10% نسبة الإصابة باضطرابات الكلى في قطر. تشارك مؤسسة حمد الطبية يوم 8 مارس القادم في الاحتفال باليوم العالمي للكلى الذي يصادف سنويا الخميس الثاني من شهر مارس، وذلك لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الكلى، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن واحدا من كل 10 أشخاص في دولة قطر يعتقدون أنه يعاني من أحد اضطرابات الكلى. وقال الدكتور حسن المالكي استشاري أول ورئيس قسم أمراض الكلى بمؤسسة حمد أن أعراض أو علامات الإصابة بمرض الكلى المزمن قد لا تظهر خلال المراحل الأولى من مرض الكلى، حيث أن الشخص لا يلاحظ أنه مصاب بمرض الكلى المزمن إلا بعد أن تضعف وظائف الكلى بشكل ملحوظ، وذلك أن الكلى تتمتع بقدرة عالية على التكيف والتعويض عن الوظائف المفقودة، مما يعني أن العلامات والإشارات قد لا تظهر إلا بعد وقوع ضرر لا يمكن علاجه. الله طبعا يكافينا الشر طبعا. فعلا تعرفين شنو مشاعري احبه دائما انهم يهتمون في هذا الجانب، يعني مثلا نفس ما ذكرنا يمكن هو في راح يكون في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل هو يوم عالمي للاحتفال، وجود هذا اليوم اكيد بشكل عام انه هو اكيد راح يكون دوره مهم في انه يكون زياده الوعي اكثر فيما يتعلق بهذه الامراض، الاثار، طرق العلاج، كل هذه المواضيع تكون جدا مهمة. ويعطيهم فعلا التوعية دائما احنا نقول جدا مهمة، فيعطيهم الله ألف عافية. ننتقل وياكم مشاهدينا إلى آخر أخبارنا لهذا اليوم من جريدة الوطن، صدور جداول اختبارات منتصف الفصل الثاني. زودت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي المدارس بجداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلبة صفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر للعام الأكاديمي الجاري 2017-2018، راح تجري طبعا خلال الفترة من 27 مارس وحتى الخامس من أبريل. وخصصت الإدارة الحصتين الثانية والثالثة لإداء الاختبار موجهة باستئناف اليوم الدراسي وفق جدول الحصص المدرسي بعد انتهاء الاختبار، ووجهت الإدارة بإجراء اختبارات الاستماع الشفهي والتربية البدنية والفنون البصرية قبل أسبوع من الاختبار، كما وجهت بإجراء الاختبار العملي والنظري لمادة تكنولوجيا المعلومات قبل أسبوعين من اختبارات المنتصف في نفس حصص المادة. نقدر نقول يعني ما بقت إلا تقريبا أقل حتى من شهر تقريبا، احنا اليوم بدينا اول ايام هذا الشهر، ففتره بسيطه. لازم تشدون حيلكم اكيد وتجتهدون اكيد فيما يتعلق بالدراسه. نعم، واكيد نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله اللي بيقدمون امتحانات. معنا تقرير اعزائي المشاهدين عن حاضنه قطر للاعمال افتتاح معمل التصنيع الرقمي، نشوف هذا التقرير.
الهدف منها هو خلق منصة تمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس من خلال التكنولوجيا المختلفة، سواء كانت 3D printing أو تكنولوجيا الطباعة الرقمية، ومساعدة رواد الأعمال القطريين على التعرف على كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. هذا من ضمن منظومة بيئة ريادة الأعمال، من ضمن قطاع الخدمات اللي يقدمها في حاضنة قطر الأعمال في الدعم الإرشادي، الدعم التمويلي، وأيضا توفير مثل هذه المختبرات المهمة لرواد الأعمال القطريين. احنا كشركة اخذنا المشروع هذا من التخطيط الى التنفيذ، بمعنى تصميم المساحة الداخلية، تقسيمة المساحات بين الايديشن اريا، بين الديزاين اريا، بين البرودكشن اريا. مع هذا بعد اوردي الاكوبمنت، الادوات، المعدات اللي مطلوبة حق السبيس هذا نفسه، كيف انا اليوم ممكن اوفر بنية تحتية كاملة تساعد اي فرد عندنا بالمجتمع القطري انه يجي يحول اي فكرة في باله حق منتج ملموس، نموذج ملموس. بالاضافة الى هذا وذاك، اوردي الكادر الفني المتمرس في قضية التصنيع الرقمي هذا، مع المحتوى، محتوى تعليمي، بحيث ان احنا ممكن اي فرد يجينا اليوم ممكن نعطي دورات تدريبية على الاجهزة المختلفة اللي موجودة عندنا وطريقة استخدامها. عندي فكرة في مخي أقدر أحولها شيء ملموس باستخدام طبعات ثلاثية الأبعاد. طبعات ثلاثية الأبعاد هذه تشتغل عن طريق أني أنا أسوي ديزايننج على الكمبيوتر وأحوله على البرينتر. فبهذه الحالة أن أنا أقدر أطلع الأفكار عندي على الكمبيوتر أني أنا أصممها، بعد ما أصممها أحوله على 3D printer، وال 3D printer راح يحول لي هذا الشيء إلى شيء ملموس باستخدام بلاستيك. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا. دائما حاضنة قطر الأعمال دائما تحتضن الشباب ودائما تدعمهم وتشجعهم أنهم يخوضون في عالم التجارة. فعلا أكيد يعطيهم العافية، فعلا دائما حريصين، وإحنا نشوف جهودهم خصوصا مع المشاريع، نشوف جهودهم اللي هم يبذلونها أكيد يعطونها للجميع. صحيح. إحنا معنا تقرير عن معرض في كتارة، معرض أقلط، نشوف هذا التقرير ومن بعده الفاصل. معرض إقلط لهذا الموسم خلينا لموسم الربيع والأعراس والمناسبات لتجهيزات العروس من العباية والجلابيات والدراعات اللي ممكن تستخدمها أي بنت تحتاجها في هذه المناسبات. شاركت بلاين عبايات، أنا صاحبة لاين عبايات هذه، ودخلت حاولت أدخل هالمرة بعض الجلابيات لأن إقبال على العيد ورمضان جاينا موسم، فحاولت كبداية مبتدئ بهذا المجال، بس كعبايات لا لي خبرة فيهم، هذا لعيني الأساسي. اللي يميز هذا المعرض إن أنا حاطة كورنر خاص للمصممات القطريات المبتدئات وعشان يبتدون مشوارهم من إقلط، فتكون انطلاقتهم من إقلط. المشاركين مصممات من قطر والكويت فقط، وأمس خلينا احتفال الافتتاح بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، وكان حاضر نائب السفير الكويتي وحرمه معنا في الافتتاح. أنا مشاركة من الكويت وهذه مو أول مرة، دائماً أشارك، دائماً في قطر متواجدة تقريباً الكلام يمكن من 14 سنة ل 15 سنة أنا شارك في قطر. طبعاً تطورت المعارض يعني وكل ما لها أحسن بأحسن، وهي أقوى المعارض في الخليج، أنا قاعدة أشوفها من أقوى المعارض في الخليج. المشاركات كلها من تصاميم العباية والجلابيات والدراعات للمناسبات حتى الجلابيات العملية، تصاميم جدا مميزة ومبتكرة ويستاهلون الدعم من المجتمع القطري. المعرض مستمر ليوم السبت بإذن الله، نوجه دعوة من خلال شاشتكم، نقول حق المجتمع القطري وأفراده حياكم إقلطوا في معرض إقلط، احنا موجودين في كتارة مبنى رقم 12 من الساعة 10 الصبح ل 10 في الليل. We'll be right back.
صباح الخير، صباح يوم الخميس، صباح الفعاليات والأجواء الجميلة والمتميزة. مشاهدينا أكيد نفس ما عودناكم دائما وأبدا من خلال برنامج في الضحى نسلط الضوء على أهم الفعاليات، فرح ننتقل وإياكم إلى جامعة قطر ونشوف طبعا الفعالية يا مهرجان الثقافي أو القرية الثقافية. أكيد تفاصيل أكثر رح يكون هناك متواجد معنا زميلنا عمر الشمري يعرفنا أكثر عن الأجواء، فنقول لك أسعد الله صباحك بكل خير عمر. أسعد الله أيامك أختي شوق، تحية لك وتحية للزميلة مشاعر النعيمي وإلى الزملاء القائمين على برنامج في الضحى أجمل تحية، وإلى مشاهدين شاشة تلفزيون قطر في هذا الصباح. مشاهدينا متواجدين في جامعة قطر اليوم، طبعا هنا تقام القرية التراثية، هذه النسخة 11 بنتعرف عليها اليوم مع أخونا عبد الله سعيد من اللجنة المنظمة لهذه الفعالية. مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا بك، حياكم الله نورتونا. نعم، اليوم واقفين بعيد عن الكاميرا عشان المشاهدين يشوفون يعني الأقسام اللي موجودة، تكلمنا عن هذه الفكرة في نسختها 11. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية القرية الثقافية هاي النسخة 11 لها في جامعة قطر، ثيم هالسنة هذا ثيم القرية حكاية من بلادي. حبينا الثيم هذا نحطه ليش؟ عشان نبي من كل دولة بتشارك معانا تعرض حكاية مدينتها أو القرية اللي كان موجودة عندها في بلادها، لها تاريخ إذا كان حزين أو إذا كان مفرح. نعم عبد الله، تكلمني عن عدد المشاركات، كم تقريبا عدد المشاركات بما فيهم المشاركة أهلنا أهل قطر؟ طبعا عندنا في البنين 7 دول مشاركين معانا، وصوب البنات 14 دولة، يعني مجموع الدول المشاركة معانا 21 دولة. وإلى متى تستمر؟ اليوم آخر يوم، اليوم آخر يوم تم الفعاليات. 21 دولة تقول؟ 21 دولة. نعم. نعم، ما هي هذه الدول؟ عندنا في البنين قطر. نعم. والسودان. حلو. وسوريا. نعم. ومصر وفلسطين واليمن والأول مرة بوركينا فاسو. نعم ما شاء الله، والله شغل حلو، حنا يعني صورنا وتواجدنا مع الصباح الباكر يمكن قبل حتى أنتم تجون، لكن أخوي عبد الله اسمح لي أني أشكرك وأخذ أيضا الأخوان في جناح القطر، شكرا لك أخوي عبد الله، شكرا الله حيك، شكرا على المعلومات. نتعرف أيضا على القائمين على جناح القطر، أخونا محمد الدحابيب مرحبا وسهلا فيك. مرحب باقي. مرحب الله يحييك، بداية الله يعطيك العافية على هذا الشغل الحلو، أنت واللي معاك. الله يعافيك، هذا الشغل مو بشغلي، هذا أنا عطيت توجيه الشباب وما شاء الله عليهم هم اللي اشتغلوا. الشباب مبدعين دائما. أخوي محمد تكلمني عن هذا يعني القسم القطري في القرية التراثية في جامعة قطر في النسخة 11، إيش يمثل هذه السنة وإيش الأشياء اللي نشوفها داخل، إيش تعكس من انطباع ومن ثقافة، بالخصوص أنه في زيارات كثيرة حقيقة حصلت. نعم، حنا تركزنا السنة هذه على اللي هو التراث أهل قطر. نعم. بين أهل البادية. نعم. وأهل الغرى وهلا البحر. نعم. ليش؟ لأنهم هذولا يركزون ويشملون كامل هو ثقافتها الدوحة ولحمتها الوطن الغالي. كيف شايف التفاعل؟ يعني هل تشوف أن عيالنا أو الناس اللي يجون عندهم أفكار أولية أو معلومات أولية عن ثقافتها القطر؟ والله فيه كذا وفيه كذا، يعني فيه ناس عندهم خلفية. نعم. في ناس مثلك أنت. أنت عندك خلفية؟ أنا عندي خلفية لأني أنا من الجيل الشباب الصغار يعني. نعم، لكن نبي نعرف الآخرين اللي يجون عندكم كيف تفاعلهم، يعني يعرفون الأسامي لما يدخلون داخل، يعني يسمون الأسامي بأساميها يعرفونها، بالخصوص الصغار. والله فيه بعضهم يعرفها وفي بعضهم يعطينا أسامي جديدة. نعم، يعطيكم أسامي؟ يعطينا أسامي جديدة، بعروك يا بعد ما شاء الله. ما أدري إذا ممكن يعني نأخذ خطوة إلى داخل الجناح عشان تكون أيضا الرؤية أوضح، يعني تكلمنا مثلا هذه الأشياء اللي نشوفها كيف جمعتوها، من وين جبتوها؟ هذه أخوي جمعناها من المقتنيات، أغلبها خذناها من أخوي كمال محمد. نعم. وفي بعد دعمنا محل مشتان. نعم. ملازمة البل، والبعض الآخر مقتنيات شخصية. مقتنيات شخصية؟ زين، يعني هذا معناته أن شبابنا عندهم مقتنيات شخصية من التراث يحافظون عليها في بيوتهم. والله هذا الشيء دائما نشكرهم عليه، والمشاهد الكريم الآن جالس يشوف مباشرة. نبي نأخذ لنا نموذج من هالنماذج، مثل هل اللي نشوفه قدامنا هذا يمكن يكون واضح. زين، تسمي لنا هذا بالله. هذا اشتاد الناقة. نعم. وهذا الخرج. نعم. وهذا اشتاد الناقة يستعمل عشان الركوب واليركب، وأما الخرج يستعمل الراعي البل يحط فيها أغراضه، يعني مثلاً الراعي البل يسرح من الصبح والعاد يعود لما آخر الليل. نعم. يحط طعامه، يحط عيشته، يحط الماء، يحط. نعم. أخوي محمد، هل وراك هذه الفتت انتباهي، يعني الشبك هذا اللي نشوفه، يعني هذا كيف يستخدم؟ الشبك هذا طول عمر يستخدم في القوس. نعم.
يقصون فيه الأولين، وإذا قاسوا يجمعون فيه المحار. طبعا هذه المحار أصلية طبيعية، يقصون فيه ويأخذون منه المحار ويحطونه داخل، ولكن احنا نحطين فيه بعض المحار الصغار. نعم صحيح. أنا وانت تكلمنا قبل الهواء، يعني كيف تتخيل كانت الصعوبة أن بيد واحدة يمسك هذه واليد الثانية ينزل شلون؟ يعني سولفنا أنا وانت، المشاهد يحب يسمع. أنا قلت لك يعني الأولين مو مثلنا، الأولين ما شاء الله عليهم يعني عندهم قوة مو مثل الحين دولة. وهذه أصلا حتى خشب هذا خفيف. أي نعم. والماء يدخل مع الشبك يعني ما يسبب العائق. نعم. اليوم تواجد عدد من الزوار، تكلمنا عن هذه الزيارة كيف تمثلت؟ أعتقد كانت زيارة رسمية، تكلمنا عنها. الزيارة الرسمية كان عندنا اللي هو السفير السوري. نعم. وشرفنا. نعم. وعلمنا بعض الأسامي اللي بعض الشباب كانوا يجهلونها، خاصة في اللي هو مثل ما تقول الثقافة القطرية والثقافة بلاد الشام. سولفنا أنا وأنت عن كثير من الأسامي قبل الهوى، لكن ودنا والله يعني ندخل داخل ونسمي الأسامي بأساميها المختلفة، لكن قد لا يدركنا الوقت. إحنا حقيقة حبينا أن يعني كاميرتنا تكون متواجدة في هذا الجناح اللي هو يمثل ويعكس ثقافة أهل قطر بشكل يعني مبسط من خلال هذا الجناح ومن خلال تواجده في القرية التراثية في جامعة قطر. حقيقة نشكر كل القائمين على هذه الفعالية، وأيضا نشكر كل اللي زاروا هذه الفعالية وعلى رأسهم أيضا يعني رئيس الجامعة، أيضا كانت فيه هناك زيارة لها للقرية الثقافية في جامعة قطر. تكلمنا عن زيارة رئيس الجامعة اللي شهدناها. والله الدكتور حسن جزاه الله خير، هو دائما داعم الشباب وداعم الأفكار هذه، ومن أول ما تأسس الجامعة هو كان رئيسا لها. نعم. من يوم كان رئيس وهو كان داعم الأفكار هذه. نعم. حنا وأي تواجد للشباب هو موجود. نعم. حنا نشكر الشباب ونشكر الأستاذ حسن الدرهم رئيس الجامعة، ونشكر جميع القائمين، ونتمنى لكم التوفيق في يعني كل أعمالكم المستقبلية. أخوي محمد الدحابيب كل شكر لك. العفو أخوي، ونبي منكم خدمة، نبي نأخذ معكم صورة وكذا، تأخذون بس كلمة للشباب. نعم تحت أمرك حاضرين، وبالعكس حنا في خدمتكم. نعم لأن شبابنا نبي ندعمهم بأي شيء نقدر عليه. والله نخدمهم بعيوننا وهذا واجبنا. شكرا لك أخوي محمد، وأبشر أبشر بسعدك. الله يحييك، شكرا طال عمرك. إذا مشاهدينا شفنا معاكم اليوم نقل حي من هنا من جامعة قطر، حيث أقيمت هذه وهذه النسخة 11. طبعا نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى الزميلتين شوق ومشاعل في الاستوديو. يعطيك العافية زميلنا عمر الشمري، أكيد شكرا لك على هذه التغطية المتميزة، ونشكر الضيوف اللي كانوا معاك. فعلا جامعة قطر من الجامعات الرائدين في الرائدات طبعا في مجتمعنا، فعلا دائما حريصين على أنهم يقدمون الأفضل لطلابنا. أكيد مشاهدين مستمرين معاكم من جامعة قطر، راح ننتقل وياكم إلى فقرتنا الأولى، راح نركز ونسلط الضوء أكثر على الفن القطري اللي يتلألأ ويزيد رونقا مع مرور الأعوام. في هذا العام نقدر نقول أطفى علينا ما نعيشه في دولتنا الحبيبة قطر من أوضاع إلى بروز فنانين قطريين ليسوا بجديدي على الساحة أو على المجال الفني، إنما عذبت أصواتهم بالتغني في حب قطر وتجديد ولائهم ووفائهم إليها. اليوم يسعدنا نستضيف أحد فنانينا القطريين عشان يحدثنا أكثر عن نفسه وعن الفن في هذا الوقت. يسعدنا نستضيف معانا الفنان ناصر سهيم، فنان قطري، ونقدر نقول فعلا من يعني نقدر نقول من عائلة فنية متميزة. صباح الخير. صباح النور عليكم، الله يسعد صباحكم وصباح مشاهدين تلفزيون قطر. يا مرحبا بك، شرفتنا ونورتنا في استديو في الضحى. طبعا انا جالسه مع انسان موهوب، طبعا نعرف المشاهدين ان جدك الفنان المطرب عبد الكريم فرج. نعم. وطبعا عمك رحمه الله عليه فرج عبد الكريم. صحيح. بدايه هذه موهبه في دمك ولا انت حبيت هالمجال ودرست عنه؟ والله خلينا نقول الاثنين. هي طبعا انا اعتبر من اسره فنيه، ربيت على الفن نفسه، ربيت مع المرحوم فرج عبد الكريم في مش بدايه، طبعا بدايته في المشوار الفني، لكن خلينا نقول في منتصف مشواره الفني، وفي الاغاني فعلا اللي علمت واللي انبرزت في كاغنيه قطريه في سوق الاغنيه وقتها يعني. فكوني قريب من المرحوم فرج عبد الكريم ومعاه في كل وقت التلحين، وقت ما هو يكون عنده فنانين مثلا في الميلس، فانا دائما حاضر هالامور، فكان دائما يطلب مني غن معاي وانا قاعد اغني مثلا، يحفظني اغانيه. ف هو نفسه اكتشف ان فيني الموهبه، اني امسك التون نفسه مثلا مع الغناء وفي سن صغير، فهذا كان شيء
شجعني طبعا سجلني في المعهد الموسيقي وانا عندي 5 سنين ما شاء الله اني اتعلم آلة البيانو بشكل يعني خفيف. هذا الشيء خلاني شوي شوي احب المجال واحب الفن. وفعلا احنا من نتكلم احنا عن حبك للمجال حبك للفن ودليل ان انت رحت فعلا درست الموسيقى في مصر بعدين في بريطانيا التحقت وبعدين في قطر، فانت يعني نقدر نقول فعلا تعمقت بدرجه كبيره في انك انت توصل للهدف اللي انت تبي. يعني ما شاء الله حتى بعيدا عن هذا انت تعزف تقريبا 4 آلات صحيح. البيانو الجيتار العود والكمان ايضا نعم. فهذه كلها طبعا مجهودات شخصيه صحيح صحيح. الواحد بعض الأحيان يطمع لما يعزف آلة واحدة فيتمكن منها ويشوف آلة ثانية، خاصة الآلات الوترية. الآلات الوترية أنا بالنسبة لي آلات تشدني كثير، تشدني بشكل يعني خيالي. فلما تعلمت آلة العود اتجهت للجيتار. حلو. لما اتجهت للجيتار أعطاني أعماق أكثر في العزف وخيال أوسع. خلاني أتعلم مبادئ البيانو. خصوصا انت ملحن اصلا، فاتوقع هذه الاشياء هذه الالات الموسيقى تفيدك دائما بان انت تختار الشيء الصح. في وقتها ما كان هدفي ان انا كملحن لانه ما كنت وصلت لدرجه التلحين. ولكن كان مني يعني كان حبي لتعلم الالات، هذا نفعني بعدين في موضوع فعلا التلحين ونفعني اكثر في موضوع التوزيع الموسيقي. حلو. لما الواحد يوزع موسيقيا لازم يكون عارف ابعاد الالات الموسيقيه عشان يقدر يدمج الالات كلها مع بعض ويعمل موسيقى طبعا يعني تكون مستمعه بشكل جميل. حلو. ايش قد حلو ان احنا نبتدي فقراتنا خصوصا اليوم الخميس نبتدي فقراتنا بالفن وفن حلو، ايش رايك تسمعنا شيء؟ ان شاء الله تمرون. نبي شيء عن اليوم الوطني. بما ان احنا يمكن في ظل هذه الازمه وشفنا فعلا كثير من الفنانين اللي برزوا، فاحنا حابين نسمع شيء انت قدمته في خلال هذه الفتره. ان شاء الله. والله والله العظيم ان نحبك يا تميم، هذا كلام هالقطار من المواطن والمقيم. والله والله العظيم إن نحبك يا تميم، هذا كلام هالقطار من المواطن والمقيم، من المواطن والمقيم. هذه قطر برجالها والكون شفف عليها، شعبك بقلبه قالها إن نحبك يا تميم، إن نحبك يا تميم. الله عليك والله نحبك يا تميم. يعني فعلا احنا جدا سعيدين لما احنا قاعدين نشوف ان يمكن كل واحد كل فنان او كل شخص عنده موهبه قدمها او قدم الرساله يبيها، قدم حبه ولاء وانتماءه بطريقته الخاصه. فجميل لما احنا قاعد نسمع هذه الكلمات نسمع هذا العزف، فعلا جدا فخورين وسعيدين. والاجمل ما في الموضوع ان انتم ابتديتوا من هاللحظه انتم قاعد تجهزون حاليا اوبريت ان شاء الله، اللي هاي طبعا شيء حصري المفروض اوبريت راح يكون طبعا من غناء فنانين كبار في الساحة القطرية سواء فهد الكبيسي، عيسى الكبيسي، سعود جاسم والعديد، وأيضا راح يكون من تلحينك. إن شاء الله. فنتحدث شوي أكثر عن هذا الأوبريت. حاليا قاعد أجهز أوبريت ينعزف مع أوركسترا قطر في الهارمونية مع فنانين قطر طبعا، اللي صراحة كان لهم دور كبير في انتشار الأغنية القطرية. صحيح. هذا أقل واجب إحنا نقدر نقدمه كفنانين لقطرنا الغالية، وفعلا حصري أنا ما أدري شو طلعت الأخبار ما شاء الله عليكم. فإن شاء الله عمل نقدمه ويتصور مع الأوركسترا وينذاع إن شاء الله على المحطات وفضائيات إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، وإحنا أكيد متأكدين أن إحنا اليوم عندنا شباب فنانين مبدعين متميزين، فأكيد إحنا إن شاء الله نتأمل أنه هو يكون أفضل وأفضل الأمور راح تقدم إن شاء الله في اليوم الوطني. أخوي ناصر يعني طولت العمر لك إن شاء الله، فيك شبه كبير من الفنان فرج عبد الكريم. يمكن الحين وانت تدندن تقريبا حتى طبقة الصوت نفسها. صحيح. آخر أغنية له لما أهداها لنا كانت في ظروف مرضة وكأنه يودع قطر.
لما غنى عيني قطر. عيني قطر، وفعلا الأغنية حزينة جدا ولمستنا كلنا. صحيح. إيش قد حين أنا بطلع مكان ثاني إيش قد تحس إن في دعم لك من خلال إن أنت ما شاء الله عليك يعني من عائلة فنية، تحس إن في دعم لك لموهبتك، خصوصا إن أنت قاعد تعزف على كذا آلة وملحن وما شاء الله عليك، يعني إيش قد ممكن وسائل الإعلام أو المسؤولين ممكن إنهم يدعمونك؟ تكلمنا عن هالشيء. والله بالعكس، المسؤولين ووسائل الإعلام ما قصروا مع الفن ومع الفنانين سواء في المجال الغنائي أو كفن بشكل عام. يعني أنا يمكن تم تشجيعي بعد ما طبعا شافوا الأمور اللي أنا قدمتها في الوسط الفني ودراساتي اللي درستها واجتهدت أن أنا أوصل لمستوى معين. كفو. ألحقوني بأوركسترا قطر الفلهرمونية، وكان يعني مثل ما تقولين مسؤولية كبيرة أن أنا أكون في وسط أوركسترا غربية فيها أكثر من 30 جنسية. صحيح. تعزف ثقافات مختلفة عالمية طبعا، فهذا كان دوري أنا أن أكون موجود بين هذه الثقافة. وإحنا لازم طبعا هاي يعني الشيخة موزة بنت ناصر الله يحفظها طبعا جابت لنا هذه الأوركسترا على أساس إحنا تنمي فيها مجتمعنا وإحنا نتعلم من الثقافات الغربية. نعم. فكوني مع الأوركسترا ساهم بشكل كبير في توسعة أو في تعليمي كشكل كتوزيع أوركسترالي وخيال أكبر. نعم. يعني خلت عندي موضوع الخيال الموسيقي يتوسع بشكل كبير، تأثرت فيهم. هذا اللي خلاني طبعا أخوض أول تجربة وأقدم عمل أوركسترالي، سيمفونية أوركسترالية باسم الحنين. حلو. وهي جات طبعا في فترة أنا كنت فيها خارج البلد، فكانت فعلا حنيني للبلد وللأهل وللأصدقاء، فعلا خلاني أعمل مقطوعة موسيقية سميتها أطلقت عليها الحنين، ونعزفت في التبادل الثقافي القطري الألماني وكرمت ايضا عليها. اي والحمد لله يعني لقت صدى حلو يعني. كفو. اسعدني صراحه، ما توقعته بس الحمد لله يعني. احنا نقول لكل مجتهد النصيب، يعني انت فعلا يمكن من البدايات انت كنت مجتهد، يمكن حتى انا ارجع واقول للساده المشاهدين ان في وايد اشياء انت من نفسك تعلمت. احنا يمكن نعرف قبل ما كان في الوسائل الحديثه، ما كان في اليوتيوب، ما كان في الانترنت، فالواحد كان صعب لما يتعلم هذه مثلا. صحيح. العزف، فانت كان هذا اجتهاد شخصي. صحيح. واحنا اليوم قاعد نشوف ما شاء الله ثمره الاجتهاد، احنا اليوم قاعد نشوف انه فعلا نتائج. يعني انت ما شاء الله التحقت في الاوركسترا، صارت عندك سيمفونيه، صار عندك الحان، صار عندك غناء، صار عندك وايد اشياء. فاتوقع هذا الشيء اصلا احنا المفروض ما نستغربه، لان انت فعلا مجتهد. والحلو ان انت يمكن في عمرك هذا يمكن العديد من الشباب ايضا ما حابين فعلا يلتحقون بهذا المجال، لكن يمكن يحتاجون الدعم، يحتاجون الكلمه. فشنو الرساله توجهها لهم، توجهها لجميع الشباب اللي فعلا حابين يخوضون مجال الفن؟ الفن مثل ما قلنا كلمه تشمل امور كثير. صح. في بعض يعني يمكن البعض يقول مثلا الفن الغنى مثلا هو بس مجرد ان انا اغني وخلاص. لا، غلط. بكل مستوى معين بوقف فيه. الدراسه مهمه، الدراسه تنور طبعا وتفتح افق وابواب كثيره للشخص او للفنان، سواء فنان غنائي او عازف. او انا يمكن اجتمعت فيني الصفات هذه كلها. صحيح. لان انا حبيت العزف وحبيت الغنى وحبيت التوزيع الموسيقي وحبيت التلحين، يمكن هذا كله كل ما دخلت مجال فتح لي مجال اكثر. التعمق في المجال نفسه حلو. الحلو اللي فيه العالم مثلا لما اتعلمها لازم اتعلم ابعادها بشكل عام. صح. الغنى لازم ادرس الغنى عشان انا اوصل لمقامات اكثر واوصل لافكار اكثر تساعدني في موضوع الغنى. اغني بشكل اكاديمي مش بشكل يعني كشخص جاهل مثلا في المجال. بالعكس، هذا الشيء ينور ويوسع، يعني يفتح له افاق اكبر في الـ ويختصر عليه على فكره الوقت. صحيح. في التعلم. برافو عليك، كفو، واحنا فخورين بك. الله يسلمك. ليش؟ لان بهالمقدره الثقافيه، لان الفن ارتقاء
بالثقافة. صحيح. وهذا شيء مشرف أن أنت تكون وسط أوركسترا كبيرة مثل ما حضرتك ذكرت أن أنت القطري الوحيد، شيء مشرف، وإحنا نشجعك ونقول لك إن شاء الله يا رب نشوفك في المحافل الكبيرة العالمية تقود الثقافة القطرية بالفن الراقي الموسيقى. الله يسلمك، هذا أقل واجب إحنا نقدر نقدمه صراحة لقطرنا الغالية. طبعا اكيد، واحنا نشوف احنا طبعا صراحه طماعين ونحب نسمع ونسمع ونسمع عمان، من فحابين تسمعنا شيء قريب على قلبك ان شاء الله. تمرن اغني لكم واقف للفنان فرج عبد الكريم. يا سلام عليك. يا سلام. واقف على بابكم والهان ومسير، أسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير. واقف على بابكم والهان ومسير، أسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير. يومين مروا علي مروا علي، سنتين لو أكثر ما قدرت يا منيتي عن شوفتك أصبر. يا سلام. يا سلام. صراحة ما ودنا ننهي، ودنا نكمل، ودنا نسمع، لكن إحنا يعني أرجع أقول فعلا جدا سعيدين بتواجد فنان مبدع معانا في برنامج فيضحة، فنان نقدر نقول رفع اسم دولة قطر عاليا ما شاء الله دائما وأبدا، لأن احنا فعلا نفس ما قالت أختي مشاعر، الفن هو رسالة ورسالة مشرفة للوطن، فشاكرين لك تواجدك معانا ويعطيك الله ألف عافية وكل التوفيق لك. مشكرين على الاستضافة الكريمة. شكرا لك. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، لكن ناخذ فاصل وراجعين لكم إن شاء الله من بعدها ونكمل التواصل. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا مجددا، ننتقل معاكم من استديوهاتنا في اللؤلؤة إلى إزدان مع زميلنا خليفة الرميحي. نقول لك صباح الخير يا خليفة. صباح الخير زميلة مشاعل، طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على زميلة شوق، نصبح على جميع الزملاء اللي عندك، ودائما نخص بالتصبيح أمهاتنا الكبار شبابنا وعيايزنا ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين في أزدان مول، وهناك معرض للصناعات الصغيرة والمتوسطة من إخواننا في سلطنة عمان الشقيقة. يشرفني ويسعدني أن يكون معاي أخوي علي المعمري، وهو منسق عماني وإعلامي في هذا المعرض. أخوي علي صباح الخير، قواك الله. طبعا شهدتنا فيكم مجروحة يا العمانيين في مشاركاتكم دائما في دولتكم الثانية قطر، لكن كلمني اليوم عن المعرض. بداية أحب أصبح على السادة المشاهدين وخاص بالذكر القائمين على برنامج في الضحى. طبعا المعرض ينطلق اليوم إن شاء الله تعالى الساعة 9:30 إن شاء الله متوقع إلى الساعة 10 بحضور سعادة السفير السلطنة وكذلك نائب رئيس الغرفة التجارية في قطر. طبعا يأتي تنظيم هذا المعرض بتعاون بين الهيئة العامة للترويج والاستثمار في سلطنة عمان وكذلك الهيئة العامة للتنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. طبعا يشارك في هذا المعرض ما يقارب 28 شركة عمانية صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق اليوم في هذا المعرض وأن يحصلوا على كذلك زوار من دولة قطر. نعم أكيد أخوي علي، بس نبغي نعرف بشكل سريع حتى ندخل هذا السوق وأيضا نلقي الضوء على ما هو معروض من منتجات وصناعات يدوية عمانية،
متى راح يكون زيارة هذا المعرض، في الفترة الصباحية أو المسائية؟ يكون طبعا هو من الساعة 10 الصباح إلى 10 المساء إن شاء الله، متواجدين لمدة 4 أيام إن شاء الله. علي المعماري شكرا جزيلا لك، اسمح لنا الآن ندخل إلى السوق وأيضا نستعرض ما هو موجود. شكرا جزيلا لك، الله يعافيك. خلونا نشوف أول محل هني. طبعا إخواننا العمانيين مهما تكلمنا عنهم ومهما قلنا عنهم صراحة أياديهم بيضاء في وقوفهم مع قطر وشعب قطر، واليوم أيضا يحتاجون منا هذا الوقوف وهذا الدعم في إزدام مول وحضور هذا المعرض وأيضا الوقوف معهم. حياك الله يا أخوي الكريم. الله يحييك أخوي. أول شيء كلمني بشكل سريع عن ما هو موجود في هذا المحل عندكم. والله المؤسسة حرفية متخصصة في صناعة الفضيات وجميع أنواع الفضيات، الخناجر والسيوف والعصي، وزايد شو اسمه الحاجات البدوية مثل الساحة والخرج والأشياء التراثية. نعم، هذا للبوش. هذا للبوش نعم. طبعا الإخوان في عمان يسمون الحلال أو نقول الرتشاب يسمونها البوش، وإحنا طبعا مسميات كثيرة الرتشاب. طيب موجودة بكثرة متوفرة يومكم أهل الحلال إن شاء الله؟ موجودة نعم، موجودة بكثرة، نحاول نغطي كل الحياة شو اسمه مال البوش بشكل عام يعني. نعم بارك الله فيك. خلني أخذ كلمة أيضا من أختي، بارك الله فيك. أنا ودي تكونين قاعدة يعني ما أبي أتعبك. أول شيء قولي لي عن المشاركة هذه، شلون شفتوا المشاركة وإحنا في بداية الافتتاح اليوم؟ والله المشاركة جميلة وزين شارك، يعني دول من دولنا نعتبرها بلادنا الثانية. أنا من الخابورة، دار الخابورة لصناعة الخناجر، ورثت هذه المهنة من أبائي وأجدادي. يعني حتى المسمى ما شاء الله، المسميات العمانية دائما جميلة يعني. تسلم ودوم. هاي ترى ايش تبين تقولين حق اللي بيجونكم اليوم؟ دعوة منك تدعينهم، ايش تبين تقولين؟ أقول تقولين لهم حياكم الله، أهلا وسهلا في بيت في مصنع الخابورة. أهلا وسهلا، حياكم الله في دار الخابورة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. خلوني أيضا أنتقل وسط السوق. عبد الله العنزي موجود من الصبح. أبو محمد صبحك الله بالخير. الله يسلمك. قواك الله. طبعا أخوي عبد الله العنزي أحد الإعلاميين المميزين في السوشيال ميديا. أبو محمد كلمني عن المعرض بشكل سريع، شلون شفته وأنت مواطن قطري وترى أخوانك العمانيين اليوم في أرض قطر؟ شوف أهل عمان شعب إحنا كل الاحترام والتقدير، شعب ذو خلق، ناس قلوبهم طيبة، معاملتهم حسنة، وللأمانة يعني هذا الشعب أنا له معزة خاصة. اللي أنا تفاجأت فيه اليوم في هذا المعرض يعني هذه الصناعة العمانية خليفة، شيء يذهل يعني. إيش تتخيل من الذهب والفضة والعطورات واللبان والعسل يعني بكل أنواعها، وكلها منتجات عمانية 100%. أنت في شيء ما تدري به خليفة، في مكان هناك تعرف المحلات الصابون اللي يجيبونها من أوروبا ومن هولندا، صناعة عمانية. اليوم الصناعة العمانية هي فخر لكل خليجي وعربي ومسلم، لأن الأمانة وصلت إلى مرحلة إحنا يعني نعتز بها. فأهل عمان الله يسلمك، أسأل الله لهم التوفيق، من جلالة السلطان قابوس حفظ الله ورعاه إلى أصغر عماني وهم في ديرتهم وفي أهلهم. وهذه دعوة لكل أهل قطر، تعالوا زوروا هذا المعرض المميز بكل ما تعنيه الكلمة. والله أبو محمد سبقتني، كنت أبي توجه دعوة لكن سبقتني فعلا. أخوي عبد الله العنزي أحد المميزين، ما أعطاني فرصة أسئلة صراحة. بيض الله وجهك. الله يسلمك. أنا دشنت خط قطر صحار مع القطرية لسلطنة عمان. يا رجل الناس ذو خلق، جو من بعض ولايات عمان إلى مطار صحار يبون يسلمون علي. إيش تبغي أكثر من هذا الخلق، هذا الشعب اللي ويحبون أهل قطر كلهم ويدافعون عنا وبكل قوة. اليوم إحنا في فترة هذه الحصار الجائر على بلادي قطر، يعني أهل عمان وقفوا وقفة رجال، وقفة حق، وقفة يعني تاريخية ما ينساها أي قطري. واليوم إحنا كلنا من أصغر قطري لرأس الهرم نكن لهم كل احترام والمحبة. بارك الله فيك أبو محمد، وهذا ليس رياء يعني، أبو محمد صادق في كل كلمة قالها. خلوني أشوف أحد المشاركات من سلطنة عمان الشقيقة. أول شيء نقول حياك الله في بلادك الثاني قطر. شو المعروضات اللي عندك؟ عندي شنط وعندي أحزمة تقليدية وعندي شيل وعندي أشغال يدوية تقليدية. يعني يمكن المشاهد الآن يسألنا دائما يسأل عن الأسعار، تقريبا الأسعار في حدود كم لكم أسعارك؟ أنا عندي من 200 وفوق. 200 ريال قطري؟ أي قطري. نعم بارك الله فيك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ودائما استمرارية هذه المعارض. شكرا جزيلا. يعني خلوني أيضا أنتقل صراحة لأحد المحلات أيضا يمكن يخص البنات أكثر، حياك الله أختي الكريمة، شلونك؟
أول شيء قولي لي من أي ولاية في عمان؟ نحن من مسقط. من مسقط العاصمة، مسقط الشموخ، مسقط العز والعفة دائما. قولي لي شو عندكم حق البنات؟ عندنا قلايد كلها مصنوعة من أحجار كريمة وفضة مطلي ذهب 24، وكمان عليه ضمان، وإذا حبوا البنات بعد بالذهب نسوي بالطلبية. طيب كم أسعارها حتى لا يتفاجأ طبعا كل من يأتي؟ احنا نقول أهل عمان أهل كرم، لكن التجارة أيضا أكيد الواحد يسعى إلى الربح. أيوة. في حدود كم أسعاركم؟ الأساور تبدأ من 300 إلى فوق ريال قطري، يعني أيوة. تقريبا 30 ريال عماني إلى فوق. أيوة إلى فوق. احنا نقول الله يوفقكم إن شاء الله. واليوم يعني أيضا أهل قطر يقفون معكم وقفة إن شاء الله ويزورونكم ويشترون من عندكم. شكرا إن شاء الله جميعا. شكرا لكم. ايضا انا ودي الاخوان، العسل ايضا مشهور في عمان، يعني فعلا كل ما هو جميل ياتي من عمان. حياك الله. سهلا، اعرفك عن نفسي محمد طارق الشنفري، رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للعسل الطبيعي. الشركه الوطنيه اول شركه عمانيه مختصه في انتاج العسل العماني. ايضا شركتنا فازت بالمركز الثالث حول العالم من بين 700 شركه في المنظمه الدوليه اتحاد النحالي ابيمونديا. طبعا المنظمه هذه مختصه من اجل الرعايه وتربيه النحل حول العالم، تقوم بعمل يعني مسابقة كل سنتين في دولة من دول العالم أفضل جودة عسل. فالحمد لله شركتنا فازت بالمركز الثالث. يعني أرى هناك شهادات فعلا. طبعا هذه شركة شهادة المنظمة الدولية الأبيمونديا والميدالية البرونزية، طبعا العلامة الذهبية أيضا. شركتنا الحمد لله يعني الآن على صدد بالتعاقد مع الشركات القطرية من أجل التوريد الأعسال العمانية الفاخرة وبالمواصفات العالمية زي ما أنت شايف. يعني محمد بشكل سريع، تتفاوت أسعاركم بدءا من كم إلى كم؟ طبعا أسعارنا تبدأ من يعني بنقول من 20 ريال قطري إلى 20 ريال عماني؟ لا قطري. قطري إذن ريالين عماني بالضبط بالفعل إلى 50 ريال عماني، أي ما يعادل 500 ريال قطري. نعم. محمد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واليوم أهل قطر راح ترونهم بإذن الله فيما بعد العصر. اليوم يمكن الآن فترة أعمال وأشغال، لكن إن شاء الله بعد الفترة هذه راح يكون إن شاء الله. هذا التنظيم الرائع حقيقة اللي من خلاله استطاع نكتسب تبادل الخبرات وأيضا الحوار ما بين الشركات العمانية والشركات القطرية. شكرا لك أخوي محمد وموفق إن شاء الله. خلوني أيضا الحلويات، يعني اللي عنده سكر ما ننصحه، اللي عنده سكر ما ننصحه دائما، لكن الحين بعد في أشياء فعلا للسكر. يعني أول شيء يعني أنواع وأشكال فعلا، يعني ما شاء الله، يعني فعلا يعني اليوم نشوف احنا وأنتم تستاهلون أكثر يا أهل عمان. دائما وقفاتكم صراحة وشموخكم يعني الواحد يعجز أن يعبر عنكم. لكن قولي لي هذه صناعة عمانية. طيب مصنعنا في مسقط. في مسقط. اي نعم. طيب الان يعني مجموعة من الحلويات اسعاركم تتفاوت من كم لكم؟ الموجود حاليا من 10 الى من 100 10 ريال عماني. اهل قطر وعمان اكيد يعرفون العمله وتفريق العمله. 250. اي نعم. الطعم ايضا يتفاوت في المذاقات عندنا بالضبط، عندنا بالقهوه وبالهيل وبالعسل بالضبط، والاشكال وبالتمور وبالمشروم عندنا انواع كثيره فوق 14 نوع. نعم احنا نقول الله يوفقكم، وايضا القهوه العربيه موجوده. بارك الله فيكم، تستاهلون يا اهل عمان، تستاهلون هذه التغطيه فعلا. خلوني ايضا اشوف هذا المحل، خلوني اشوف هذا المحل. حياك الله. الله يحييك، صباحكم عسل. ايضا عسل. عسل. نعم. من الناس العسل. طيب افضل انواع العسل حتى يستفيد المشاهد والمتابع، افضل انواع العسل في عمان. افضل انواع العسل هو عسل قبلي ابو طويق، هذا نجيبه من الجبال كأفضل أنواع العسل العماني، حصل على جوائز عالمية، وبالإضافة إلى عسل العتم حصل على 4 جوائز عالمية، آخرها في تركيا سنة 2016. نفس الشيء ما شاء الله يتميز بطعم النقي، وفي ميزات التركيبة الكيميائية ماله ما شاء الله. نعم. طيب هذا العسل من أي زهر من الزهور؟ هذا من شجرة زهور شجرة السمر. السمر أي الشوكية، أيضا مشهورة في الخليج العربي بشكل عام. طيب الآن هذه القزازة اللي فعلا حتى يعني شيالة لها من السدو، كم سعرها؟ هذه سعرها 1200 ريال قطري. 1200 يعني 120 ريال عماني. ريال عماني. نعم. وهذا عسل العتم سويناه في بوكس فاخر جدا بشكل المندوس العماني. نعم. بطريقة. هذا كم سعره؟ هذا سعره 900 ريال قطري. 900. 90 ريال. نعم. عماني.
بطريقة جميلة وميزناه باللون العناب باللون القطر. أنتم دائما مميزين وهذه ليست رياء بس بل شهادتنا فيكم مجروحة مهما قدمنا لكم يا أهل عمان. شكرا جزيلا لك. خلني أنتقل محل ثاني. بارك الله فيكم موفق إن شاء الله. خلوني أنتقل آخر محل للأطياب. هناك محلات كثيرة لكن آخر محل وأختي الكريمة حياك الله. يا هلا يا هلا بكم. طيب. أنا تسمحين لي تحطين أنت أي قطعة عود الآن حتى نعطر ونبخر مشاهدينا؟ يا هلا والله تفضل. طبعا أحسن عود عندي هذا العود الهندي. نعم. وعندي منه العود الكلمنتان. نعم. كم سعر هذا العود؟ 400 تولة بروحه. تولب 400 ريال ولا 40 ريال عماني؟ عماني و 400 مالكم. ايوه بالضبط. طيب هناك ايضا عطورات للحريم خاصه للحريم، افضل ما عندك للحريم حتى ليونك اليوم. اي عندي عندي عطر الفتون. نعم. وعندي عطر الملكي. نعم. طبعا احسن نوع. وعندي عطر الحوجري رقم، وعندي عطر خاص للاطفال طبعا هذا شيء مهم. كحول هذا طبعا؟ لا في كحول. في كحول طبعا. اذا احنا نتمنى لك دهن العود. وهناك يعني فعلا اذا بتسمحين لي اخذ هذا المقبس، يعني مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين ومتابعينا في المعرض العماني للصناعات المتوسطه والصغيره في ازدان مول في الدور الارضي، يعني اخواننا في سلطنه عمان كل ما نزورهم يخجلوننا بكرمهم وبطيبتهم. لكن ايضا اليوم ندعو اهل قطر يعني لطبعا دعم هذا المعرض والوقوف معاه. ايضا راح يسركم هذا المعرض فعلا فيه محتويات اكيد يحبونها اهل قطر ومقيمين قطر. والمعرض يستمر لمده 4 ايام في الفتره الصباحيه وفي الفتره المسائيه، ومثل ما ذكرنا في ازدام مول في الدور الارضي، ومن 10 صباحا حتى 10 مساء تقريبا. ودعوة من برنامج في الضحى وزملائنا في برنامج في الضحى، ودعوة أيضا من تلفزيون قطر إلى المشاركة في هذا المعرض والوقوف مع أخواننا العمانيين، لأن مثل ما ذكرنا أخواننا العمانيين طيبتهم وعاطفتهم تقلب على كل شيء. دائما نقول بارك الله فيكم يا أهل عمان حكومة وشعب، وأنتم بين أهلكم وإخوانكم في قطر. وأقول دائما لمشاهدينا ومتابعينا سامحونا على يقصر بذر منا من خلال نقلنا لهذه الفقرة. والآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. يعطيك العافية زميلنا خليفة الرميحي، ما منك قصور ودائما رايتك بيضة. ومثل ما قلت الشعب العماني شعب طيب وأيضا شعب محترم ومثقف، ولازم كلنا ندعمه ونروح ازدان مول من الساعة 10 لين الساعة 10 في الدور الأرضي. دعوة لكم أن تشوفون الأشياء الحلوة اللي جايبينها لكم من عمان. معنا فقرة عن الفن، الفنون المسرحية والموسيقية تساعد أكيد على إيصال الرسالة التربوية والتعليمية لتذيب جمود المناهج المدرسية وتحررها من بنمطية العرض وتجعلها مساقة بطريقة متميزة، وأكيد تزيد من تنمية الثقافة لدى المدرسين والقدرة الإبداعية للطالب. في هذه الفقرة بنتكلم أكثر عن اختتام ملتقى الفنون المسرحية والموسيقية بنسخته 9 لمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين. وأهم ما يميز هذه النسخة من خلال استضافتنا أكيد لمدير المدرسة السيد يوسف عبد الله العبد الله رئيس الملتقى ومدير المدرسة في نفس الوقت، وأيضا معنا الطالبين ثامر المعضيد ومحمد عبد اللطيف البوعينين. نقول لكم يا مرحبا بكم واهلا وسهلا. يا اهلا ومرحبا حياكم الله ونشكركم على الاستضافه الرائعه. يعطيكم العافيه. صباح الخير وسعيدين جدا بتواجدكم معنا اليوم. احنا جدا سعيدين، ما احنا قاعد نشوف عندنا فنانين موهوبين. احنا اكيد احنا ناخذكم بهذه الجوله، راح نتحدث عن هذا التميز. لكن في البدايه احنا نقول يعني فعلا 9 سنوات من التميز، رؤيتكم رؤية المدرسة جدا متميزة. أنتم تحاولون تأخذون أو المواد والمناهج لكن تحاولونها بطريقة فنية نقدر نقول مسرحة المناهج. فلو نتحدث أكثر عن هذه الرؤية. طبعا في البداية احنا كانت يعني فكرة إنشائها أو فكرة الرؤية والرسالة هي في سنة 2005-2006 اللي هي بداية تجربة المدارس المستغلة. احنا مدرستنا من مدارس الفوج الثاني في المدارس المستغلة، وكانت فكرة الأستاذ الرائع المبدع أخوي الكبير عبد العزيز السيد واللي كان معاي هو الأساس في بداية المدرسة. بدينا فيها ويا بعض من سنة 2005-2006، وهي الفكرة كانت أن نبتعد عن التقليد.
أو الدروس التقليدية وندخل في مجال الإبداع، نحاول بكل الطرق أن نوصل المعلومة للطالب بطريقة مختلفة عن طريقة التلقين. حكم أن الملموس والمحسوس والشيء اللي جسد الطالب ترسخ المعلومة في ذهنه مدى الحياة، صحيح. ما ينساها للأبد. فكانت هي بدايتها من هنا، ولا نزال يعني للأمانة يعني ما نقدر نطبقها بواقع 100% بحكم المناهج اللي تحكمنا وبحكم خطط الدروس اللي تحكمنا وبحكم جمود بعض المواد الدراسية، ولكن نحاول نستفيد منها في الحصص. هي تعتبر حصص تكاملية بين المسرح والمواد الدراسية، فقدر الإمكان نقدر نطبقها نحاول نطبقها، ولكن ما نقول لكم إن احنا نطبقها بواقع 100% عشان ما يكون الموضوع فيه مصداقية. يعني نعم. أستاذ يوسف، شقد مهم أن أنت تجذب الطالب للمنهج بصورة حلوة، خصوصاً أن الطالب هم طبعاً هم طلاب إعدادية. نعم. عموماً الطلاب أو الطالبات في الحصة اللي هي 45 دقيقة، صح. 45 دقيقة ما يستوعب منها الطفل بداية 4 دقائق وبعدين خلاص يمل، لأن العقل تعود أنه يشوف الصورة هذه باستمرار. نعم. أنتوا نقلتوا الطالب من هالصورة لصورة حلوة هو يحبها، عبارة عن صور تمثيلية مجسدة مثل ما حضرتك ذكرت، حتى الشخصيات الطلاب يمثلونها. نعم. فهالشيء شقد مفيد أنه هو يخلي الطالب تكون عنده الصورة الذهنية هذه حاضرة وموجودة، خصوصا فترة الاختبارات أو حتى بعد ما يترك الإعدادية ويكون في حياته العملية. نعم. احنا الله يسلمك، الفكرة فكرتنا من الرؤية هذه أو عدة أمور، يعني مو بس شيء واحد، يمكن أهمها أن شلون نوصل المعلومة للطالب بطريقة غير بعيدة عن التلقين، والأهم من هذا أن نعلم الطالب حتى المواجهة، صحيح. كونه يوقف قدام زملاء أو أخوانه حتى لو في حصة ولا على خشبة مسرح ولا في الطابور الصباحي، يتعلم الطالب فيها من سن صغيرة أن شلون يوقف يتواجه ويتكلم ويتحدث، تحدث أمام الجمهور ما يصيد أي ارتباك ولا صحيح. أي ارتباش في هذه أهم نقطة عندنا في رسالتنا، صحيح. للأمانة، لأن احنا دائما نحس أن في ناس تكبر ولا تزال وهي كبيرة وتخجل من المواجهة، صحيح. فإحنا فكرتنا أن الجيل هذا لازم يكون جيل قادر على المواجهة ويستطيع متحدث. نعم. نحن دائما نقول يمكن مناهج الممسرحة هي من أمتع الألوان الأدبية، وإحنا قاعدين نشوف فعلا دوركم، قاعدين نشوف جهودكم بارزة، يعني إحنا ما شاء الله عندنا مبدعين. خلنا نقول إحنا يمكن بقول لكم شيء، بمعنى إحنا نبتدي بالتمثيل، إحنا عندنا بعدين إحنا لأن عندنا عندكم قسمين هو التمثيل والموسيقى. خلنا نبتدي بالتمثيل، دائما يقول لك أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا، وإحنا قاعد نشوف ما شاء الله أن أنتم تستغلون مثلا المناهج الدراسية الموجودة عندكم وتطبقونها على شكل مسرحية. أنت بشكل عام كشخصية شنو فادك هذا الشيء؟ والله الشيء فادني في الشيء وايد، من التحصيل الدراسي إنه قام يزيد عندنا تصير تفهم المادة أكثر لما أنت تمثلها. ايوه، وفي اشياء في طلاب ما يفهمونها، مرات الاستاذ ما يخليه قاعد، بس مع الحركه مع الشيء وبيتعلم، صح. وبيثبت مخه، فانت تحس انك انت حتى كمستوى اكاديمي ارتفع عندك. اي صحيح. والاحلى طبعا انتم استاذ ان انتم تركزون بالمقام الاول على المستوى الاكاديمي، بعدين طبعا تلحق طبعًا الاشياء الاخرى. طبعا هذه عباره، يعني احنا اساسا المدارس، والمدارس مهمتها هي عباره عن تعليم وتحصيل اكاديمي وعلمي للطالب. هذا وكل هذه عباره عن طرق نستفيد منها ونحاول نستثمرها ونعزز فيها. نعم. طرق التحصيل عندنا عند الطلاب. استاذ يوسف، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. رسالتك هذه ما راح تكون بس في هالمدرسه، راح تكون اجيال وراء اجيال، وهذه سنه حلوه ان انت ابتدعتها، خصوصا ان حضرتك ذكرت لنا من شويه ان هذا شيء فريد تقريبا في مدارس قطر، صحيح. والعالم ايضا والعالم. نعم. فيعني فشيء حلو ان انت ترسخ الصوره الذهنيه عند الطالب من خلال المعلومات اللي هي يسويها عن طريق المسرح. نعم. شقد تعاون المدرسين عندك في المدرسه، حبوا الفكره، رحبوا فيها؟ هي للامانه المدرسين عندنا كلهم مؤهلين الان ان يطبقون هذه الفكره، لان بحكم ان احنا في بداياتنا بدينا وياهم في دورات تدريبيه، صحيح. عندنا مدرسين مسرح 2 ما شاء الله على قدر عالي من الخبره المسرحيه، بدأوا هم اللي يأهلون المعلمين في كيفية التعامل ويكونون داعمين ومساندين في أثناء الحصص، فتقبل المعلمين تقبل رائع. يمكن في بداية تجربتنا واجهنا صعوبة من المجتمع، نعم. بعدم تقبل الموسيقى في المدارس، فكانت بدايتها، ولكن صح. احنا وجهناها وجهة ثانية، فدخلنا في موضوع الموسيقى في العرضة،
فاستفدنا منها في عرضتنا الشعبية لتراثنا القطري. فكانت مدرستنا يمكن تميزت أنها من المدارس اللي لسنوات طويلة وهي تحصل المركز الأول في عرضتها القطر وفي فعاليات اليوم الوطني. صحيح. فكان لها دور كبير أن وجهناها توجيه بحيث أن يتقبلها المجتمع. وكانوا حتى في يعني بحكم أن المدرسة تقع في مدينة الوكرة. نعم. فأهل الوكرة في عرضة هالقطر كل سنة يستضيفون طلابنا على أساس يقدمون لهم العرضة ويساعدونا. فصارت عبارة عن تكامل بيننا وتواصل مع مؤسسات المجتمع. والحلو أن أنتم بالنهاية أنتم قاعد تقدمون رسالة، أنتم حابين فعلا توصلون إلى هدف ورؤية معينة، وإحنا قاعد نشوف فعلا هذا الشيء. نقدر نقول يعني أنتم حولتوا المسرح المدرسي خلينا نقول إلى شيء أهما كطلاب صاروا يحبونه، صاروا يعشقونه. يعني إحنا يمكن إحنا مشاهدين من خلال الدردشة قبل الهواء إحنا ذكرنا أن أنتم أيضا عندكم في الطابور الصباحي الطلاب يعزفون. نعم. فنروح على فناننا المبدع. قولي شنو ايش رايك انت بهالتجربه؟ هل انت فعلا حسيت ان انت مستمتع، حسيت ان انت صرت تعطي اكثر في الماده وحتى في مجال ثاني انت تحب الفن؟ طبعا اكيد. ومن الموضوع ان الواحد يتدرب على العزف ووقتها يعني الطالب يحس بالذهول. يعني انا متعود طول حياتي اني اسمع وبني اعزف، بس لما الحين انا اعزف صرت أقدر أعزف أشياء ثانية. حبيت العزف، أعطتني الثقة. الحين أنا واحد صرت أحب الفن بشكل أكثر. ما شاء الله. طبعاً يعني ملتزمين بهالشيء في كل طابور صباحي. أنتم اللي تعزفون من غير ما تشغلون موسيقى. نعم. حلو هذا الشيء. إنزين محمد قولي بشكل عام، أنت نفس ما ذكرنا في البداية أنتم عندكم قسمين، لما تختاروا مثلاً الحين خلينا نقول مثلاً درس معين وراح تجون مثلاً أنتم تطبقونه وتحولونه إلى مسرحية، أنتم كشباب أنتم تختارون مثلاً طريقة التمثيل، أنتم توزعون الأدوار، أنت تختار الموسيقى الصح وأنت تختار مثلاً النص الصح؟ إيه على الأغلب إيه، بس نادراً الأستاذ طبعاً يعطيني بعض النصائح. أكيد. بس على الأغلب بنكون إحنا مثلاً مثال على ذلك العلوم. إحنا ندرس عن الحالات الثلاث للمواد. أوكي. خلطنا معها الموسيقى ومثلناها أيضاً في مسرحة المناهج بالطاقم التمثيلي اللي عندنا. وطبعاً استفدنا من هالنقطة وايد. الطاقم التمثيلي اللي معاك حفظه بالدرس؟ إيه حفظه بالدرس وطبقه وكل شيء. حلو. الحمد لله. يعني أستاذ يوسف أكيد يعني الطلبة مدام محبين شكل المناهج من خلال الشيء الحلو اللي هم حابينه اللي هو التمثيل أو الموسيقى، وفي ناس تستخدم اللعب عشان في المناهج. إيش قد زادت نسبة النجاح المدرسة؟ احنا يمكن ما نركز على نسبة النجاح بقدر ما نركز على نسبة التحصيل. ترى نعم. التحصيل عندنا اهم من النجاح. صحيح. نسبة النجاح ينزل ان الطالب ينجح باقل نسبة اللي هي من 50 من 150 يعتبر كمستوى عندنا ضعيف، احنا نعتبره ضعيف. فاحنا نركز على التحصيل. اللي نقوم به احنا يساعد بشكل كبير على ان نرفع التحصيل. دائما عندنا التقرير الاول والتقرير الثاني اللي هو منتصف ونهاية ومنتصف ونهاية، ولكن دائما نقول احنا في التقرير الاول يكون فيه نوع من اللامبالاه شوي من الطلاب، فيكون مستواهم شوي اقل، يجيك في التقرير الثاني يرتفع يصير احسن، التقرير الثالث يصير احسن واحسن. يكون له دور هني ان حكم ان نحط احنا خطط اجرائيه، خطط عمليه للطلاب شلون نتعامل معاهم على حسب الحاله. يخططون قسم المسرح عندنا في المدرسه كيف يوصلون المعلومات او نقاط الضعف، لان في تحليل النتائج لازم نعرف وين نقطة الضعف عند الطالب في أي جانب من الجوانب اللي عنده في المواد. حلو. فنشتغل عليها بطريقة يعني نوصلها المعلومة للطالب. حلو. نقدر نقول يعني أنتم تستخدمون المسرح وكوسيلة مساعدة. احنا يمكن دائما نعرف أن سمي المسرح بأبو الفنون حسب العلماء والأدباء، لأنه نعم. فعلا هو يجمع تحت مظلة مختلفة متنوعة، لما نتكلم عن الفن، لما نتكلم عن الشعر، لما نتكلم عن الموسيقى، لما نتكلم عن كل هذه التفاصيل. فعلا سعيدين جدا بتواجدكم معنا، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، ودائما فعلا من المدارس المتميزة والرائدة. كل التوفيق لكم. كل الشكر لكم، ونتمنى لكم أكيد التوفيق إن شاء الله والتحصيل أكثر من النجاح. كل الشكر لكم. جزاكم الله خير، وإحنا بعد نشكركم على الاستضافة وإنكم ألقيتوا وسلطتوا الضوء على فعالياتنا ومدرستنا. وجزاكم الله خير. شكراً لكم. الله يجزاكم خير. ما زلنا مشاهدين معاكم، بنروح فاصل وعودة لكم إن شاء الله.
صباح الخير مشاهدينا من جديد، صباح يوم الخميس، صباح الإبداع اللي احنا قاعد نشوفه في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الضحى. احنا يمكن بشكل عام تكلمنا عن الفن، لكن الحين راح ناخذكم الى جانب الرياضة، حيث توج البطل الشاب راشد نواف لاعب المنتخب الوطني للتنس بلقب بطولة دولية للناشئين تحت 14 سنة اللي اقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم. وبعد طبعا ويعد بشكل عام راشد هو من أبرز اللاعبين في مجال التنس، وساهم في حصد طبعا الدولة لألقاب محلية ودولية وعالمية. في طبعا مشاهدينا احنا ناخذكم بتفاصيل أكثر حول الإنجازات القطرية. يسعدنا يكون معنا بطلنا راشد نواف، حياك الله معنا وصباح الإنجازات إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مش حالك يا راشد؟ الحمد لله. راشد كلمنا عن بطولة التنس ومشاركتك. تكلم حق بطولة أوروبا. يعني كانت تمارين مكثفة في فرنسا، يعني 5 ساعات في اليوم نتمرن في فرنسا. وكانت بطولة قوية، يعني 250 لاعب، يعني مستانس وايد اني خذيت هاي البطولة. ما شاء الله. الحمد لله. نقدر نقول حتى يمكن اعرف السادة المشاهدين اكثر ان انت بديت من عمر صغير، من عمرك 6 سنوات انت بديت في هذا المجال. يعني لما احنا نقول هذا الانجاز يمكن مو غريب عليك، لان انت فعلا حققت العديد من الانجازات. لما احنا نتكلم عن بطولة اسيا تقريبا 4 مرات حصلت على 4 مرات. انزين، احنا يمكن عندنا قدامنا مشاهدينا وتشوفون بعض الكؤوس اللي موجودة، بعض الميداليات اللي انت حققتها، لكن لو اسالك شنو اغلى كاس عندك واغلى ميدالية موجودة هنا؟ اسيا واوروبا. آسيا أوروبا اللي هو هذا؟ إيه هاي آسيا. ليش؟ لأن بطولة قوية كانت. أول مرة هاي في أول بطولة. أقوى بطولة. أقوى بطولة. ما شاء الله. خلينا نشوفها. شوف عاد أنا أحب الكاس. أحب. لأن الشوق أصلاً بطلة بعد في تايكوندو. لا فعلا، لأن صدق شعور الفوز شعور جدا حلو، شعور جدا متميز. يعني أنت قاعد تقول لي أنت تقريبا في البطولات، قبل البطولات يكون طبعا في جهد مكثف. إيه؟ 5 ساعات يوميا كنت تقضيها؟ مرات اكثر، مرات يكون عندي برايفت مع مدرب، مرات 7 ساعات في اليوم. ما شاء الله. يعني انت راشد طالب الحين في الصف السابع صح؟ اي طالب. يعني في الإعدادية. شلون تقدر ان انت تدرس وتتمرن وما شاء الله بطل؟ اي بس انا في اكاديميه، يعني يعني من نبدا الساعه 8 لين الساعه 11، بعدين ألعب تنس من 11 للساعة 12. يعني الحين اللي قاعدين يشوفونك اللي في عمرك مثلا، يعني أكيد أنت تقول لهم دراسة قبل وبعدين التنس. أكيد التمرين حلو. أهم شيء الدراسة. حلو. طبعا هو أهم شيء الدراسة، لكن حلو بعد الواحد أنه يطور من نفسه ويشجع من ذاته أكيد من خلال التدريب والتمرين. إنزين، إحنا يمكن عرفنا أن إحنا أنت طبعا تعتبر من أبرز اللاعبين في مجال التنس. طيب لو نتكلم إحنا عن الأجواء بشكل عام، أجواء البطولات لما تدخلها، شلون يكون التحضير نفسيا؟ لأن أدري الجانب النفسي جدا مهم عند اللاعب، فشلون تحضر نفسك نفسيا؟ نفسيا أكون شوي خايف، لأن هي بطولة قوية وايد، يعني أنا أكون خايف شوي، يعني قاعد أفكر قبل ما أنام. هلك دائما يكونوا معك؟ يعني أبوك يمكن يلا يحفظه، أكيد هو بعد موجود. إحنا قاعد نشوف أنه هو يدعمك من أبرز، من أبسط الأشياء إلى أقواها. فيعني نقدر نقول دعم الأهل جدا مهم. حتى أخوي الكبير الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. زين راشد، بصراحة الحين إحنا بنشوف الصور بس أبيك تجاوبني هالسؤال، توقعت الفوز؟ إيه توقعته. إذا أنت حطيت لك هدف وصرت علشان تنول هذا الهدف. جميل. هني وين صورتك؟ هاي لما خذيت البطولة. أنت فزت على جانب الفردي والجماعي صح؟ الزوجي ما لعبت. كانت بطولة فردية بس. بطولة فردية. لكن على مستوى البطولات الزوجية أو والمشاركات الزوجية أنتم قبل حققت بطولة العرب وبطولة آسيا. هذا المدرب؟ إيه هاي مدربي. نوجه له تحية أكيد. إيه أكيد. إنزين، إحنا ما تكلمنا إحنا ممكن عن دعم الأهل، لكن أيضا لما نتكلم إحنا عن دعم الدولة. فكلمنا أكثر عن الدعم اللي تقدم لك إياه الدولة بما يتعلق بالتنس، بما يتعلق بكل احتياجاتك توفيرها لك. هم دعموني، يعني دعم فني ودعم معنوي. يعني يعني أنا لما رحت الأكاديمية هم اللي دعموني فيها. يعني ما دفعت ولا شيء. الاتحاد قطر التنس. إنه ثقوا في موهبتك ودعمك. طيب قلنا عن الأكاديمية الفرنسية. فيها لاعبين وايد ولاعبين مستواهم عالي، يعني أنا استفيد كل يوم، كل ما أتمرن استفيد.
هو بشكل عام احنا نقدر نقول لما انت او اي شخص في اي مجال كان لما هو يختلط مع ناس اخرين في نفس المجال ياخذ من افكارهم ياخذ من طرق حتى التدريب يعني انا عارف مثلا يمكن كل شخص عنده طرق تدريبيه مختلفه فانت ايش قد تستفيد لما انت تشارك في نفس هذه البطولات ايش كثر تستفيد لما انت فعلا تروح مثلا وتشوف بعينك انا ادري بعد مهم ان احنا نروح ونشوف البطولات نشوف الالعاب يعني خصوصا احنا يمكن عندنا كانت بطوله قطر للتنس مؤخرا ايه حق البنات أيوة. بس انا كنت ما موجود كنت في فرنسا اي بس انا استفيد وايد من هاي العب مباريات وايد عشان استفيد واخذ خبره وايد الله يوفقك ان شاء الله في شخص او بطل معين تحب دائما تتابعه إيه. روجر فيدرر هو توه طبعا فايز إيه. اتوقع إيه. بعد اي فجميل لما احنا قاعدين نشوف ان انت ايضا يعني انت حاط في بالك هدف طبعا إيه. احنا نقول ونذكر ونزيد على هالموضوع اهم شيء طبعا انت لازم في التحصيل الاكاديمي تشد حيلك وبعد ذلك إيه. طبعا تشوف الهوايه وتمارسها وتثقف نفسك اكثر في هذا المجال فاحنا جدا سعيدين متواجد اليوم معنا بطل من ابطالنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق انت للحين في عمر صغير لكن ما شاء الله انجازاتك كثيره نتمنى ان شاء الله ايضا في المستقبل انجازات اكثر واكثر كل التوفيق لك وان شاء الله قطر فخوره بك اكيد امثالك ان شاء الله برفع اسم قطر فوق ان شاء الله إذن مشاهدينا طبعا أكيد وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم فعلا استمتعت جدا أنا شخصيا بهذه الحلقة قدمنا لكم يعني أبطال فنانين مبدعين في المجالات مختلفة كل التوفيق لهم نتمنى نحن نكون قدرنا نحن نعطيكم كل الفائدة في برنامجنا في ضحى نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد وفقرات جديدة ومنوعة ابقوا معنا وإن شاء الله كل التوفيق حق اللي شاركونا اليوم أكيد أقول لكم خميسكم إن شاء الله رائع نهاية ويك إند موفقة وإلى اللقاء